نحن نكره الشر أكثر مما نحب الخير. سأجعل بداية من هنا، وهذه معادلة، إن كانت معادلة فهي خطيرة جدا، هي ليست معادلة، لأننا نكره الشر أكثر مما نحب الخير. المعادلة ينبغي أن يكون طرفها ماذا؟ متعادلين، أن نحب هذا بمقدار ما نكره هذا، وهذه كارثة أيضا. لكن أن نكره الشر أكثر مما نحب الخير، هذه كارثة الكوارث في فهم الدين، هذه مصيبة المسلمين. هذا ما يمكن أن يفسر به دينيا روحيا أيها الأخوة وفلسفيا هذا الاستعداد الكامل، بوتنشال، هذا استعداد كامل لدى المسلمين مخيف، ولدى كثيرها، ليس لدى البعض والخير، لدى كثير من المسلمين استعداد كامل مخيف جدا، أنه في اللحظة المواتية المناسبة التي تسوقها الظروف والسياقات يمكن لبعضنا أن يقتل بعضا، يمكن لبعضنا أن يقتل بعضا، وأن يذبح بعضنا بعضا، وأن يحرق بعضنا بعضا، وأن يخزق ويثقب أحياء بعضنا بعضا بالمثاقيب الكهربائية كما حدث ويحدث في العراق وغير العراق، شيء مخيف. وأن يهشم بعضنا بعضا في الشوارع العامة، وأن يفجر بعضنا نفسه في بعض، استعداد مخيف جدا، وينبئ عنه ويدل عليه ويؤشر إليه هذا الاندلاع العجيب وراء الرغبة في دينونة الناس والحكم عليهم بالكفر والشرك والمروق والردة والخروج على الدين وكذا وكذا إلى آخره، بالجملة وبالتفصيل، أحيانا بالجملة أحيانا بالتفصيل، شيء مخيف جدا الفهم للدين. لذلك علينا أن نكون واقعيين، وأن نكون أيها الإخوة عادين ومنصفين في تفهم مخاوف الآخرين من أبناء الأمة، من علمانيين، ليبراليين، مسلمين غير إسلاميين، مسلمون يصلون ويصومون يا أخي، بس غير إسلاميين، ولا ينتمون إلى أحزاب وجماعات وتنظيمات وتشكيلات إسلامية، وليس عندهم قناعة ببعض ما تعتقده هذه الجماعات والتشكيلات، هم أحرار في هذا، عندهم مخاوف حقيقية على فكرة من اليوم الموعود، يوم يحكم الإسلام بهؤلاء المسلمين، عندهم مخاوف. أنا منهم، أنا عندي مخاوف حقيقية من هؤلاء وأمثالهم إذا حكموا، والأكون واضحا وصريحا مع نفسي ومعكم أيها الإخوة، مخاوف حقيقية كل السياقات والوقائع تدل عليها، لا تستبعدها بل تؤكدها، انتبهوا، شيء مخيف، علينا أن نكون واضحين حتى لا نندم ندامة الكسع ولا تحين مندمها، ويدفع الإسلام الضريبة، وتدفع حضارتنا ونهضتنا المأمولة والمرقوبة إن شاء الله الضريبة، وتتأخر هذه النهضة ربما 300-400 سنة قادمة. علينا أن نكون واضحين أيها الإخوة. طبعا ضحالتنا أيضا في جانب آخر المعرفية غير الضحالة الروحية تساهم في هذا، لا نستطيع أن نكون جراء وجسراء وواضحين تماما ومتعمقين في طرح إشكالاتنا ومواجهتها، إن منطق عجيب في مجاملة الذات أيها الإخوة، يجاوره منطق عجيب في جلد الذات، لا أدري كيف، تناقضات مؤسسة على فهم غير مستقر وغير سليم وغير دقيق. إذن أيها الإخوة، لتكن هذه البداية، لتكن من هنا البداية، سأفتح مزدوجين ناعيا أختنا الشهيدة مروى شربيني رحمة الله تعالى عليها، التي طالتها يد الغدر والخسة والدناءة والجنون التعصبي بلا شك، عاتبا على الجهات الرسمية في ألمانيا التي لم تفه إلى اليوم باعتذار أو بتصريح يمسح أو يأسوا جرح المسلمين والمصريين بالذات، للأسف لم يفعلوها، نتأمل أن يفعلوها ولو في وقت قريب، أفضل للجميع هذا. لكن ما أحب أن أذكر به في هذا السياق أيها الإخوة، لأن الخطبة ليست عن هذا الموضوع المؤلم جدا للأسف والفاجعي، لكن أحب أن أهتبلها فرصة لأذكر، انظروا إلى كم الغيظ والحنق والمرارة والألم الذي يعتصر قلوبنا بشهادة هذه السيدة الشهيدة، شهيدة الظلم والعصبية والعنصرية أيها الإخوة، صحيح؟ نعم. كم عجيب جدا تأدى، أنا استمعت في شاشات فضائيات مصرية إلى مذيعات لسنا ملتزمات حتى دينيا، لسنا محجبات، علمانيات متبرجات على أحد الطراز، تصم ألمانيا كلها بالعنصرية والعصبية، وتريد أن نعيد طرح السؤال من الإرهابي إذن؟ ما شاء الله، ما هذا؟ أي منطق هذا؟ انتبهوا، علينا أن نتفاهم إذن وبوضوح منطق الآخر. نحن ضربنا ضربات إرهابية في أماكن كثيرة من العالم بلا رحمة، لم نستثني أحدا،
لا الشيوخ ولا الذكور ولا الإناث. ضربنا السبوي الأندر جراوند في لندن، صحيح؟ ذهب فيه المسلم مع غير المسلم والكبير مع الصغير. في مدريد نفس الشيء. في أماكن أخرى. ثم بعد ذلك كبارنا قبل صغارنا نطالب الغرب بأن يكون منصفا وعادلا، وألا يكون متعصبا لهذه الدرجة، وألا يعمم. والضربات ذهب ضحيتها آلاف يا حبيبي، آلاف من البراء. نحن الآن أمام ضحية واحدة. أليس كذلك؟ ذهبت ضحية هذا التطرف. نريد أن نصب الغرب كله وألمانيا بكل ديمقراطيتها وعراقتها وأربعة مليون وثلاثمائة ألف مسلم يعيشون فيها بسلام ووئام. بلا شك يعانون من بعض الأشياء، الكل يعاني، كل إنسان يعاني من أشياء بسيطة، ولكن يعيشون في الجملة أيها الإخوة في وضع أكثر راحة، لنكون واضحين، من أي بلد عربي أو إسلامي. وأتحدى من يقول لي لا غير صحيح، يعيشون في مصر أو في السعودية أو في فلسطين أو في تونس في وضع أريح وأحسن. أتحدى من يقول يعيشون في وضع أريح وأكثر احتراماً وأكثر موقرية بسبب ضحية واحدة. نريد أن نصم الغرب كله وألمانيا كلها، وليس فقط الملتزم منا، بل حتى غير الملتزم وحتى المتبرجات. ألمانيا أصبحت عندها الغيظ، هذا الغيظ. وهكذا تفكر الشعوب، وهكذا تفكر القطعان أيها الإخوة. هذه طبيعة الشعوب. انتبهوا، فرصة لكي نحاول أن نمشي في في حذاء الآخر، أن نصطنع أيها الإخوة منظور الآخر. إذا كان عندهم مش حق معناها لا، إذا إحنا بضحية واحدة عندنا الحق، إذا هم بخمسة آلاف ضحية عندهم خمسة آلاف حق. إذا أن يصموا العرب والإسلام والمسلمين بأنهم قتلوا وإرهابيون ووحشيون، أليس كذلك؟ انتبهوا، طبعا هم ليس عندهم حق، وطبعا من باب أولى خمسة آلاف مرة ليس عندنا الحق أن نتهم حضارات وسياقات ومجتمعات ودولا بكذا وكذا من أجل واحد مجنون أيها الإخوة. مجنون فعله الذي فعله، هذا فعل جنون، هو دمر نفسه ودمر رأيه طبعا، واستل خنجره يضرب شمالا ويمينا، ضرب تقريبا ثلاثة أو أربعة أشخاص، يضرب في كل مكان كالمجنون، كأبل والمجوسي حين اغتال سيدنا عمر. هذا واحد مختل بطريقة معينة من طرق الاختلال. لا، لماذا نعمم؟ انتبهوا. ولذلك علينا أن نتفهم مخاوف الآخرين لكي نستطيع أيها الإخوة أن نفهم الآخرين أيضا مخاوفنا. انتبهوا، ينبغي أن نكون هكذا. إذا لم نكن هكذا، الآخرون ليسوا هكذا. جميل، هم ليسوا، على الأقل لا يتبجحون بدين كما نتبجح نحن بدين نزعم وهو الحق أيها الإخوة، أنه أمرنا بالعدل حتى مع العدو، حتى في ساحل الوغى. هذا دين عجيب، فضل هذا الدين إلهي. نحن نقصر عنه، نصغر عنه أصغر منه بكثير. هذه مشكلتنا، ليست مشكلة الدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى مع العدو، مع المقاتل، مع الحرب، اعدل، مطالب بالعدل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا هو شيء عجيب، يعني أين تجد مثل هذا النص في ديننا؟ هذا موجود في القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن يفهم الآخرون لابد أن نتفهم أيضا مواقف الآخر، الآخر الملي والآخر خارج الملة، المسلم غير الإسلامي، بغض النظر مسلم، والمسلم العلماني والمسلم الليبرالي. لابد أن نتفهم مخاوفهم من اليوم الموعود، يوم يحكم الإسلام. انتبهوا، هذا شيء مخيف، أصبح ينذر بأشياء مخيفة، بأشياء مخيفة.